فيفان ابني، أنت قاعد هون؟ ميرا، أنت عن جد محظوظة بهالرجال. فيكن تقعدوا اتنيناتكن هون، أنا رح أرجع فوت لجوا، عندي كتير شغل، ماشي؟ شوفي الحالة اللي وصلت لها أنا. ليش هيك معصب؟ شوفي ليش معصب؟ لأنه نطيت من فوق لأجي هون. منيح اللي شفت أمك وعملت هيك، لازم تشكريني. أنا عملت هيك من شانك ميرا. أنت زوجي هلأ، لهيك هاد بيكون واجبك. يا بنت انتبهي لكلامك. ماشي، لكن رح ننام هون الليلة، ومن بكرة مننام وين ما بدك، بس هون وإلا ما رح نتطلق، مفهوم؟ اسمعين، انت عم تتصرف كأنك أمير زمانك، بتضل بتنق مثل البنات، مو معقول. أنا خلص بس هالليلة، خليك ما رح تموت إذا نمت. ممتاز، انقطعت الكهرباء. أوكي، مبسوطة حضرتك هلأ؟ فيفان في نجمة ضوى قوي. هذا شهب. شو هاد؟ قلتلك شهب، هيك اسمه شهب. ايه بس هو مثل النجمة بس ضوه قوي، مو اسمه ستار بالانجليزي، صح اللي عم قوله؟ ليكي خلص بكفي، من اليوم ورايح لا تحاولي تحكي انجليزي، خليكي عم تقولي نجمة. ايه عندكم بلندن يمكن بتقولوا عنه شهاب، بالهند منقله نجمة. ايه مزبوط، مثل ما بدك. بالمناسبة انت بتعرف انه اذا تمنيت امنية بهالوقت اكيد قريباً رح تتحقق، لأنه طالعة هالنجمة اليوم. ما بآمن بهالخرافات. إيه عادي، فيك تحاول على القليلة. أنت مو بدك نتطلق؟ ما بدك وقع أوراق الطلاق بسرعة واطلع من حياتك؟ هالشي بيتحقق إذا تمنيت هالأمنية بهالوقت، أكيد رح تتحقق ورح تخلص مني ورح تصير حر وترجع عزابي. خلصنا ميرا، قلتلك ما بآمن بهذا الحكي، بكفي. طيب جرب لولا ما طيب ماشي ماشي.